جودي علينا يا سماء، جودي علينا بالمطر، قد جاءنا فصل الشتاء، فصل التجدد للشجر. هي أبيات تقال في الحالة المثلى لشعب ينعم بالاستقرار. أما في حالتنا السورية وخاصة في المخيمات والمناطق الفقيرة، فيرتبط قدوم فصل الشتاء وتساقط الثلوج بتفاقم أمراض كثيرة، من أبرزها مرض الروماتيزم. يهاجم مرض الروماتيزم الجهاز المناعي للأنسجة السليمة، مما قد يؤثر في المفاصل والأوتار والأربطة، واحتمالية إصابة العضلات والعظام أيضاً بالالتهابات بحسب الأطباء المختصين. يتسلح هذا المرض شتاء بدرجات الحرارة المنخفضة، حيث يزيد البرد من الشعور بالألم والصعوبة في الحركة، ويصيب بالدرجة الأولى كبار السن، إضافة إلى الذكور والإناث في كل المراحل العمرية. تتنوع الحالات التي يسببها هذا المرض، ومنها إصابة المفاصل الصغيرة في اليدين والقدمين، وكذلك النقرس والذئبة التي تؤدي إلى تيبس المفاصل وغير ذلك من الأمراض. ومن أسباب الإصابة به الإجهاد والضغط الشديد على المفاصل، إضافة إلى تقدم العمر والسمنة وكذلك الوراثة وغيرها من العوامل. يبقى الشتاء ضيفا ثقيلا على السوريين في المخيمات وفي مناطق كثيرة، ويبقى لسان حالهم يقول للبرد متمنيا سلام فراق، لا مودة بيننا ولا ملتقى حتى القيامة والحشر.